الو، هلا صلوحة، حبيبي صب علي. عليكم السلام، صباح الخير. ان شاء الله. بأي إن شاء الله اليوم؟ لا شو؟ جهوز. ما أدري عاد صلاح، ما أدري عاد، بس ما أدري، أصبر خلني أفكر عاد. عنبو تسأل وتجاوب وترد تسأل روحك. شو بلاك سبيد فل اليوم؟ صحافية. هي عليك بالعافية. أقول لك صلاح، نعمين. كيف حالك؟ تمام ما ها؟ تمام تمام تمام. شو انت تعبان؟ شو انت؟ لا لا، تعبان ولا عندي خبر، شو مستوي علي؟ شو؟ بعيد. بعيد؟ ايه. انا فين؟ وين انا؟ شو تريك تخبرني اليوم؟ تريك تخس بعد تجلب؟ تجلب يا صلاح؟ بعد تجلب يعني؟ أرنب؟ أرنب أنت تريك خس؟ أنا؟ أنا بعدني أبوي ما تريكت اليوم. والله العظيم ما كذب. الدبة خلى هذاك يا سرط، لو تطيح تعدالة سرطك هذا. هذاك أبوي يا سرط الوادم، لكن أنا أبوي بعدني. آمين. لا حبيبي لا لا لا. هي انا زين. وهو تعبان. كترة؟ لا صلاح ابراهيم ما بكترة. مسخرة صوخ واحد. والله يا ابوكم ولا دريت بالدنيا لحينة. الحين توني واعي. سبحانك يا رب. هالفندق عن ابوه كيف يعني الحين هالنمونه؟ من تسكر البجامات والبيبان والله ما تدري ولا ينسمع اي شيء، كانك جالس في صندوق تجوري. شفتوا الصندوق التجوري؟ صندوق التجوري هالنمونه محكم، ما تسمع لا الهواء ولا ولا السيايير ولا شياته. سبحانك يا رب. حاطين عازل حق اللي بي ابوي رقدتن وحده من يطيح طاح طيحه حمالي، لكن نحن عاد ترى الباحة تعب فينا من ليبال لين الفجيره لين دبي لين دبي مول لين ما ادري شو، وصرنا وتعشينا ووصلنا الفندق الساعه وحده ما ادري وحده ما ادري كم بعد. هي والله احمد شو هالرقاد؟ وين انا رقدت من كثر عوار الجسم؟ ما رقدت وحين ساعة كامل وانا دقدق بلاك ما ترد علي. في الحمام مغط عمري في الداخل بانيو. بانيو بعد؟ هي والله كارخنا ما يحار. هي بلاك جسمي متكسر اقول لك. ليش كاد الحصة شو مسوي؟ يوم وصلنا تراك تيلست نحن ما خليناك تسوي اي مجهود. وين وصلت وين؟ هناك المكشات هاك الوين اللي بال. اقول لك هاي النزل بروحها تكفي هالحصة. هذا بروحه مجهود. أنا بو وأنت مرة ما تقهر ثارك إبراهيم؟ ها؟ أنت ثارك ما تقهر؟ ودي هاي النزلة. هي. يا ربي شو بعد ما كان؟ لا حول لا قوة. ما عليك باس إن شاء الله. العضلات كلها متشددة متشددة يا محمد. هي. أنت ركضت تقول؟ الله أكبر، من دخلت ولا كان حد راش فليت. خمت خمتم وحده. يلا زين قاعد العواضي. زين تبتني ايش انت؟ انا واعي من متى؟ شو ناتش واعي؟ ايه صدق والله؟ والله العظيم. حجرك عود ابراهيم؟ ايه كبيره ما شاء الله تبارك الرحمن. ما جيت اشوف. حمامك كبير نفسك يعني انا وانت بين شو اسمه حاجز بس. ونفس الحجم؟ نفس الحجم. انت ناس حجراتية؟ ايه ايه نعم ايه نعم. احلف. ايه والله. هي من هاي الكبار. حمد وغنية. لا حول. وبنى يارك لازم اكون نفس الحجم. لا حول لا قوة. يلا الحين شو بتيني ايك شو؟ لا بت...
كمل عاد قال بتسبح وبيك. قلنا له ان شاء الله. يا ابوك هاي ابوي مطرد في فرس، مطرد فرس. هي والله تبارك الرحمن، بلاد 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 هالمكان اللي عاطيني اياه انا مكبره، بلاد ما شاء الله بلاد. عش غرفة الملابس هناك وما ادري شو وما ادري شو، اشياء تعرف اشياء ما تعرف. يا ربي يا هي دنيا يا هي دنيا، ما شاء الله عليك جدبي بلاد. تنفتحت الدرايش كلهم تسمونها البلكونات. يا ربي يبقى اوادم اقولكم، ما يبقى واحد واثنين. هذا صلاح ماشي بالدقيقه يتصل بالدقيقه، والله اني جني جني روحي. تدرب ان طلع ما بصاح. هي والله ظلمته اقولكم، مطرد مطرد فرس والله يا ابوكم، ينه مطرد فرس. ها منو؟ انا بابطيت علي بل. السلام عليكم. جود مورنينج. جود مورنينج. صباح الخير. هاي حجركم مره اللي عند علي؟ مره علي دار بلي دار. يلا غايده تفضل. يعني لو تسولف بس ما صوتك. بسم الله. اي نعم. يا ربي اكو صاحي عيال تمشي؟ لا مش عاده، اقول لك العضلات متشتتات عندي بس. العادة تعال. وين اجي؟ بشق لك الجاكوزي هناك. لا انا متسبح وخالص، ابى اصلي الحين. وين انت؟ شو بتصلي الحين؟ الصبح. الحين الساعة 11 اصلي الصبح. بعدها ما الساعة 11، 10:30، 10:15. وهي هذا اي مذهب؟ مال وين هذا؟ ما يصلون؟ يصلون الحين الساعة 11؟ ما هي 11 ابوي، 10:15. قم عاد. قمتك برايي. قم فتشت عاد الحين. قم عاد يوم اقول لكم. ما باليد حيلة. شوف الله عليكم. هناك الجاكوزي. منو بيصير جاكوزي؟ منو بيصير جاكوزي بوكب الحين برد استوت الدنيا؟ كان هذا جاكوزي حق كان حد عنده صغير صغارية أظني ولا شياته. هي بيكون هي والله عجب 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 هالمكان. تبارك الله تبارك الرحمن خير الخالقين. كل شيء غير كل شيء غير كل شيء غير فيك انت يا دبي. شكرا عليكم. بلاد 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 تبارك الرحمن. عده ادوار. هذا ترى ما هو العود، العود اللي من تحت هذاك، هذا اللي فوق هو العود. تعال ياي. هذا الحين شوف كم واحد منهم هالسويتات، واحد اثنين ثلاثه، وهذا واحد. هذا ها شوف هذا، شفتوا هاي الحلقه الطوق هذا الابيض، هذا واحد بعد تحت واحد، كلهم الكبار. وهذا وين المغرب. الناس ابوي الصور وتيول. شو هذا مسوين هالتخطيطات الصفر، ها كله حق التباعد. اي العوق ما يعيل على حد، نحن اللي نعيل عليه. ما شاء الله تبارك الرحمن. تلكم انت ودروا الرمس كلها، لا استوى شرات تدار ولا بتستوي شرات تدار في الدنيا العودة. ماشي في الدنيا العودة ما استوى شراتها ولا بيستوي شراتها، بعمارها فرجانها ببيوتها بتخطيطها بأمنها بأمانها بتجارتها. من استوت الدنيا ترى ما بالبارح واليوم. وينو في هذا؟ هذاك فندق اللي سكننا فيه هاك اليوم اسبوع اللي خطف. هذا سكاي فيو. سكاي فيو عجوبة من عجائب الدنيا. كل ما تشوفون عجوبة من عجائب الدنيا بتلقطون عليها اسم أعمار. أي عجوبة، أي عجوبة من عجائب الدنيا لازم عليها أعمار، مستحيل ما يكون عليها أعمار. ها كل أعمار كل أعمار كل أعمار، وين ما تصدون عمار يا عمار. نعم عمار يا داري يا دار يا دولة الإمارات، عمار يا دبي، عمار يا أبو ظبي، عمار يا الشارج، عمار يا رأس الخيمة، عمار يا عيمان، عمار ويا الفجير ويا داري، كلش كلش عمار 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 بعمار. ما شاء الله تبارك الرحمن. عمار حبلة بنيان وتجارة وأبراج. عمار في ال في ال في العيشة، عمار في المزارع، في النخيل، في الطبيعة، في الطبيعة ال ال
كل شيء كل شيء عمل الفرجان. انتو انا لازم اصوركم يوم من ايام الله الفرجان. الناس اللي مغير الحين اللي من اللي يعني من البلدان اللي مغير يقولوا ابو محمد نحن ما نشوفك تصور بين الفرجان. لا ابوي اللي يبي يشوف الفرجان الاوليات وليدي كل الاولي ابوي ما شيء من تم خلاص الاولي ابوي شلو ما كانه شيئا كان. عادوا التخطيط وعادوا العمران من يد ويديد وعدلوا كل شيء وزينوا كل شيء على هالأساس تلقطون. شوف انت سبيك متوهج. كمل 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 امورك سوالفك. انت بتوايد تصور عمرك؟ ما كنت اقولك انا ما كنت صورت عمري وايد. الهالي تو قاعد يتلوح توني بادي كان قابض تلواح والتلوح بهالطير. هذا منو رياس يصور عمره؟ هذا خيال بخلي. بسم الله عليك يا ابو خليل. برنامجنا اقول لكم ان شاء الله بنتغدى بنتوكل على الله. قبل الغدا انتم بنسوي هوري وهو غدا اليوم. اليوم نشتنا مخره ماشيين مخر نشتنا مخره. اي والله اقول كل شيء فيه عجب كل شيء فيه عجب وفيه شيء طريقه مختلفه في البنيان ونادره الوجود في الكون تلقطون عليه اسم اعمار. فلذلك عمار يا عمار. اي والله الله يحفظ هالشركة واللي قائمين عليها ويحفظ كل شركاتنا اللي في الدولة كل شركات الدولة ما شاء الله مبروك. لكن شيء عن شيء يفرق كل شيء له ميزة معينة. هذه تشوفونها هاي قرية كاملة بلاد هذا 40-60-100 فندق كلها موجودات كلها تبع عمار. أقولكم لو شفت السيادة أنتم سيادتهم حتى سيادة فنادق بأدرس غير غير عن سيايد أي مكان. صوف خدمة يدين خدمة يد وثقال غلاب. والله أني قبل ساعة تحريتها أنا برنوس حق صغيروني ولا شيات يوم فتحت ولا أنها ثارها سيادة سيادة من الزينات وغليظة ودافية ما زينها ما شاء الله على اللي ينتقح الأشياء يعني اللي يتنقح الأشياء سبحان الله صاب الهدف. لكن إن شاء الله إنه يكون في ألوان يعني في السويتات اللي من غير يكون شيء ألوان. هذا أسود أسود ملك الألوان ما يبالي كلام. لكن سبحانك يا رب يعني أتوقع لو في عدة ألوان لكن أظني الأسود هو أجملهم بيكون بربيكم. بس إلا كمالهم وعدالهم ودلهم ودلالهم. أقولكم شوف الله عليكم ما تشتهي النفس كل شيء حاطينه الأكواب روح شوف شوف عندكم إيه يا سلام ما شفناه. باكل الحين من هذا ولا بنطعم شوي الحين وايد هالشيء ثارها فيها الدروج. شوف كل ما تشتهي النفس ما أقول عنكم شيء. ها إبراهيم شو الأخبار؟ الحمد لله. شيء خبر ولا علم؟ أفضل. تدري وين بنصير نحن الحين؟ لا وين؟ بنصير المزهر عند حمدون الخياط بناخذ عنه مشاوى. هي بناخذ مشاوى حق طالبين جماعه من ابو ظبي وربعي بناخذ كم من قرشه وان شاء الله نغدانا في ابو ظبي اذا الله راد. بغانا حمدون على الغداء قلت له لا الحين انا مستهي ومتهلع على صالونه لحم يكون فيها فاصوليا بيضاء ولوبيا ثاني بعد نوع من انواع اللوبيا البيضاء هاي اللي يودنون من الليل ويصبحون الصبح يطبخون ويصالونه ما بمرقة صالونة. فرق بين المرقة والصالونة. الصالونة غير عن والمرقة غير عن انت لا يكون التحرى ان المرقة غير عن الصالونة ولا الصالونة غير عن المرقة. ترى المرقة نفس الصالونة. لا المرقة المرقة غير عن الصالونة. يعني لا ما غلط. شوف الصالونة شرات المرقة. لا المرقة غير عن الصالونة. وانت تتحرى ان الصالونة غير عن المرقة وان المرقة غير عن الصالونة. ترى الصالونة غير عن المرقة والمرقة غير عن ما بنخلص احنا. اي والله وايدين يتحرون الصالونة هي المرقة والمرقة هي الصالونة. الصالونة غير عن المرقة والمرقة أبوية غير عن الصالونة. ما في تشابه بينهن. يمكن في المكونات شيء ينقلب من ذل لكن الصالونة شيء والمرقة شيء آخر. وشرحنا العام وعام الأول ولي قبله وسنين الكثيرة والعديدة من كثر ما وعيزة من كثر ما أقولكم أن الصالونة غير عن المرقة والمرقة غير عن الصالونة. لبجت الله يحفظكم كشيرية. حط هاي سيادتي أنا ليسير بهوية.
خفيفة وين ما ما أدري من 10 سنين 15 سنة. سكوير العقارية ترى المشروع اللي نحن قد سوينا له تغطية أمس في الفجيرة في شرم اللي هو تابع لحق أدرس داون تاون هو نفسه هذا نفس الفينيشنج ونفس الطريقة في كل كبيرة وصغيرة بالأخص نوعية الفراش والرخام والفينيشنج الخارجي والداخلي الأوتدور والإندور نفس الشيء في كل تفصيلة من تفاصيل الله يعزمك وسامعي الحمامات المغاسل كل كبيرة وصغيرة نفس الشيء. هذاك أدرس تبع عمار وهذا أدرس تبع عمار. حيني هالمباني اللي تشوفون كلها نبوية أغلبيتها 75% أو إذا ما يزيد ما يقصر كله تبع عمار وكل إنجاز جميل وشيء فنان. محمد العبار الله يبارك فيه براسه اليوم يختار الأماكن اللي يقيم عليها مشاريع اللي تابعه لشركة إعمار اختيار موفق من حيث البنية التحتية للمنطقة اللي هو بيبني فيها المشروع إن كان داخل الدولة ولا خارجها الموقع الإطلالة الحجم كل كبيرة وصغيرة. شوفوا حين انتوا حين لمن غير بيتحرى هذا شو بيتحرى هذا خشب لكن هذا ترى ما بخشب هذا شوفوه ها كل ولايتي هذا ها كل ولايتي لكل الزمن يفنى الدهر هو ما يفنى حجر قص نحت شو بقولكم أمورا لا يعني ما شيء كثرها دقة في التفصيل واختيار المواقع والفيو إن كان جبلي بحري بري كل شيء اختيارهم موفق أي شيء عمار فيه رقم واحد وبالأخص أدرس نعم. تردد شيء سيء في الإنسان أعقلها وتوكل الإنسان اليوم يبي يأخذ شيء لا يجلس يفكر وايد شو السبب لأن غيرك ماخذين آلاف مؤلفة والشركة المعتمدة والأخص يومي شيء من أدرس وشيء من تبع إعمار شيء تبع الحكومة شيء جهة مسؤولة جهة مساءلة وجهة بتنفذ القوانين ما تسوي أخطاء ولا تسوي تأخيرات في مشاريعها توكل وانت مغمض لا تريا اليوم باكر بتشاور انزين ابو طارت الطيور برزاقها وارزاق الله على السيطي ها باضوا على بيضك بيض خلاص ابوي طارت الطيور برزاقها حين بتشاور طارت الدنيا حينها ما تم شيء ابوي تلاحقوا اللي يبي يلحق الحق ما تلحق حل وطار تو طايح. حد من العرب عندهم صدقان وصدقان ما كلمة الشائمين إن شاورت على سيارة عطاك شورا عاثر وإن بغيت تاخذ شيء تم يكسر مياديفك خلك ويا الإيجابيين خلك ويا الناس خل أبوي عقلك ميزانك رب العالمين عاطنك مخ وفكر وحواس فكر روحك لا تجلس تشاور اللي ما عنده شور هذا أبوي لو فيه شورة لو فيه خير خل فاد عمره الإنسان السلبي هذا كان فاد عمره بتلقطه مكان كسر لا لصاحب ولا صديق ولا يسير ولا يجي ومنبوض غادي روحه هذاك هو ما حد روح ما يشوف عمره هو صح وهو كل شيء وهو العيب ثوبه وملبوسه عليكم أبوي بالإيجابية وتوكلوا على الله والعاده هو مليون قر خد ومليون مشروع سوى ومليون شراكة سوى وكلهم فاشلات شي وديك حق واحد كل فشل في شيء فشل حياته استشير واحد فاشل في حياته في كل أمور الدنيا حتى في حياة البيتوتية حتى وين ما يصير فاشل في كل ما تعني الكلمة من معنى حياته كلها فشل في فشل وين ما صار فشل في فشل فكيف أشاور واحد ما عنده حتى مفتاح العريش مفتاح العريش حد يتحزن بخوص حد يتحزن بخوص يلا الله يحفظكم وخليل شو الأخبار شو العلوم اللهم لك الحمد وين بسير قلنا حين بسير عند حمدون خياط حق شو ناخذ البضاعة أي بضاعة مهياوة شوف انت هناك ها هلا ابراهيم يا ابوك عيستنا عيستنا ويا هالعدة وياك كمبيوتراتك ودنياك يا ربي إدارة الأعمال صعبة والله الله يواليك العافية الله يواليك العافية ويخليك إن شاء الله انزين زين يا ربي محلاك ويبارك فيك محلا عندك انت يا ابو محمد
يقولوا لي ليش انا اخترت الموقع حالي انا فيه في الموقع حالي الحين ليش يلس ليش بعدني ما اظهر بظهر الحين عندي شيء عن نون ونون لازم تجلس في مكان الفنان ترمس لين هذا المكان اخبركم عن نون شو جديدهم وشو اعلاننا الحين بما يختص تطبيق نون وايد هالمواقع اللي تسوي تخفيضات لكن نون يختلف عن أي تخفيضات نون طالت عمارك من الأشياء الجديدة 50 درهم أو 50 ريال أو 10% تخفيض للمشتريات هذا أولا ثانيا أي شيء تلقطون عليه إكسبرس هذا أي شيء عليه إكسبرس هذا تلقطون عليه توصيل بلاش توصيل بلاش في حب الله يوصلك وين ما تكون إن كنت أبوي في القرمدة ولا كنت أبوي في عوافي ولا كنت في الديد ولا كنت في دارين ولا في عنج ولا تاروت ولا القطيف ولا سيهات ولا راس تنورة ولا الرياض ولا جدة ولا مكة ولا المدينة ولا الخبر كلها لبقى أبوي عليها توصيل بلاش أي منتج عليه إكسبرس هذا بلاش يوصلك برسم الخدمة أقول لكم أسفل الشاشة الحين بحط لكم رابط الرابط هذا يدخلكم على عروض أقوى عروض أقوى العروض شو عبارة ما بلا عروض من بني الطريج الأشياء اللي عليها تخفيضات عالية والأشياء للاحتياجات اليومية إنك تحتاج لها اليوم بيومه يعني عندكم منجوات ولبس وسماعات وشناط ومكاين ومال غسيل ومال قهوة كل شيء تحتاجه له موجود خاصة بالأطفال ملابس الداخلية والخارجية ويكون عليها عروض قوية مش مثل العروض العادية من الأشياء اللي لفتت انتباهي البروجكتر ولفت انتباهي أكثر سعره زين تحيدوا البروجكتر عادة يكون يتركب يتنحط شرشف أبيض ويستوي بث في الحوي للي يارسين في البيت مثل السيلمة تحيدوا السيلمة شرات السيلمة بروجكتر تحطه وتشوف العرض قدامك حي لايف هذا بالإمكان توصله بالتليفون أو بالتلفزيون وبتقدر تتحكم بالحجم الصورة كبير صغير الصوت جودة الصوت ارتفاع الصوت تخفيضه وهي الأشياء وسعر مناسب شوف السعر يعني بعد أرخص عن شيء قصورهم يقول لكم تعال شلو سماننا بلاش شيء زين وبعد من الأشياء اللي يازت لي البطارية هي هذه اللي هي باور بانك باور بانك هاي قوته 10,000 يشحن لك التليفون مرتين لو ثلاث لو أكثر بعد على حسب الاستعمال وحسب تشريجك أنت لروحه فهذا شيء منتج وسعره موافق ويحتاج له الإنسان في العزبة في البر في البحر وين ما تصير في الطيارة وين ما تصير في الدريول أي مكان لآدمي لازم يكون عنده باور بانك ضروري تعزر نبوي عليهم يأخذوا لكم باور بانك ومن هذا بالذات من نون سعره زين وبدقة رزج هذه سوى جميلة وأنيقة من أبل نحن بعد ماخذين منهن ففي أشياء الأشياء المعروضة كثيرة وعديدة يعني موقع هذا يعني وايد يراويك أشياء للبنات الريايين للبنات الكبار الصغار وألوان عديدة وأشكال غريبة عجيبة في متناول الجميع لا والأسعار رخيصة ومتناول الجميع ومن موقع نون من موقع نون تقدر تاخذ مثلا تليفون ايفون 12 هالجديد تقدر تاخذه باقصار يوصلك لين مكانك بس تدق على الموقع تقدر تقسط على التقسيط المريح اللي يناسب كل شخص وامكانياته عرضت عمارك المميز مره وقنبله الموسم خصومات تصل الى 70% 70% تصل لشو هذا ابوي تومي طالت عماركم عندهم أشياء لا تعد ولا تحصى 70% خصومات لجميع الملبوسات من جواتي من شناط من ملابس من علم من خبر كل شيء عندهم 70% تعرفون هذه الماركة هاي كلكم تعرفون ما بلا حد عن حد بحط لكم الله يحفظكم كود الخصم اللي يخص خالد الخالدي مثل ما عودناكم كل ما هو جيد تلقطونه في تطبيق نون تطبيق نون يوالم جميع الأذواق وجميع احتياجات اليومية من فراش من أثاث من أكل من شرب من إلكترونيات من مستلزمات المطابخ الوعيان الجدور الملاليس الخواتيم
كل ما تبون الكترونيات كل شيء تبونه موجود عندهم، وما بالك عندهم خصومات 70%. وحط ابوي زيد الحمه مليله وحط ابوي كود الخالدي وانت مطرج وانت مطرج والله. فندق ذا أدرس داون تاون ما شاء الله يجمع الناس كلها، فتلقط الناس كلها الحين بخاطر ليش أمارهم كلهم بعيد ماشي طاولة بوي ما عليها وادم، كلهم ملتزم بالتباعد متر ومترين بينه وبين البيعة، كلهم ملتزم بالتباعد. وهذا الرجال الحين توه بسيع علينا. مرحبا بك. مرحبا. إيش حالك؟ خير سهالي سرك الحال. من هالفجير أنت؟ نعم. ونحن أبوي تونا جايين من الفجير البارحة، جلسنا أجمل ثلاث أيام فيها. صراحة دورتك ما حصلت. ما لي نصيب، يوم الله يكتب لي نصيب، ما الله كتب لي نصيب. إن شاء الله لياياتك. إن شاء الله إن شاء الله على طولة عمرك وعمر هلك وكل من يسعيك. أهل سكمكم. أنتم من سكمكم؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحين موسم العسل عاد. هذا زين. الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على طولة عمرك. الحين أنت يا الترمس ما قلت لي أنت منو؟ وياك عبد الله راشد الحفيتي. مرحبا مرحبا الحفيتي. من منطقة سكمكم. والله والنعم 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 يا ابو راشد. الله ينعم. الله يبارك فيك. نورتنا صراحة. الله تتبعني من زمان ولا من قريب ولا من بعيد؟ صراحة أنت إنسان معروف. بعد. أبو لين الدرع مرة ناس. بيتوحوني يا أبو بيتوحوني بيتوحوني دخيل والديك. إنسان حبوب كلنا حبوب. طيب وحبوب ودش القلوب. نعم. أقول لك تعرف هالريال؟ هذا معروف هذا. هذا منو؟ هات الجميلات. شو اسمك؟ ريم. وانتي؟ ريم وحمد. بنات منو؟ منو ابوك انت؟ شو اسمه؟ اسماعيل. اسماعيل كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يسعدك. شو رايك في هالفندق؟ تعالي معي تعالي. رقم واحد. فنان؟ رقم واحد. بايتين انتو؟ اليوم حاجزين عشان خاطرك. يا الله يسلمك. يطول بعمرك. ويخلينا ويطرح لك البركة فيها البنيات الجميلات إن شاء الله. مرحب مرحب مرحب. الحين وقت المغادرة. الحين طالت عمارك بنسوي تشيك اوت من هالمكان اللي ما ودك تسوي من التشيك اوت. السلام عليكم. زيك عسل. الحمد لله. منين في مصر؟ انا من منوفيه. بتوع المنوفيه دول كلهم قدعان. الله يخليك. الله يرحم والديك. نورنا. شكرا جزيلا. شكرا استاذ نبيل. بارك الله فيك انت والموظفين وكل الجماعه ما شاء الله عليكم. كانت اقامه جميله ودنا بان نجلس اكثر لكن محتدين عندنا سيره بنصير عند حمدون. تعرف حمدون خيام؟ لا بنصير ناخذ عندهم مشاوه في مزهرهم بيتهم. ونعم. تعرفه؟ لا حمدون ابو عبد العزيز ما تعرف؟ لا أفا. بنشوف على بنتابعك. شكرا استاذي. شكرا على التخفيض الجميل وشكرا على كل اللي سويتوه لنا طالت اعماركم. شكرا مع السلامه. شكرا مع السلامه يا دار الايواء. من يشوف هذا الاكل يعرف انه في مكان مطعم ايراني. من يشوف الطبق هذا ومن يشوف هالدنيا كلها المريوده ايه تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وبالاخص عاد ياك خبز هالنمونه حاف يتخرفش ها. نعم. خبز غير نمونه تبارك الرحمن. ولوجه الحسن تبارك الله. الله لا خلانا منك يا ابو خليل. شو طلبنا اسمه مدام؟ بعد مشاوي مشكان قرمه سبزي. هي هاي قيمه باذنجان. ايوه هذا هون الميكس رايس مع الزرش. هي بخلي كله زين. تعرفين ابراهيم توفيق؟ كثير بعرفه. هذا هو هذا ابراهيم توفيق. يا مرحبا. شكرا شكرا. هذا من احد ما شاء الله الناس الطيبين الخيرين. شكرا شكرا جزيلا. هاي الابيات مهداية للاخ خالد الخالدي. يقول يا ابو شفايا خط الاشفاك الفكرة يوم اشوفك يروق واحس كني فوق الافاق في مرتفع عن عالمي فوق على خدوده شمس الاغواق ما حط على الخدين مسحوق حسنه طبيعي على الملافاق تقول روحه بس مخلوق وتسلم يا ابو شفايا خط الاشفاق الفكر يوم اشوفك يروق الفكر يوم
اشوفك يروق يا ابو شفايا خط الاشفاق بالفكر يوم اشوفك يروق بالفكر يوم اشوفك يروق واحس كني فوق لافاك احس كني فوق لافاك في مرتفع عن عالمي فوق فوق في مرتفع عن عالمي فوق على خدوده شمس الاغواط محط على خدين مسحوق محط على خدين مسحوق وعلى خدوده شمس الاغواط محط على خدين مسحوق محط على خدين مسحوق حسنا طبيعي عالملافاك حسنا طبيعي عالملافاك تقول روحه بسم مخلوق تقول روحه بسم مخلوق خذتني شو هاد نخير بعد شو اكدنا خلاص خملنا ابو احمد بالنسبة لي يتخبروني عن الفرجان عندنا الفرجان في دولة الإمارات هاي هي الفرجان الفرجان والحواري والمناطق وسكن المواطنين هذا هو سكن المواطنين أغلب سكن المواطنين هنمر تعطيهم الحكومة أراضي ويبنون وتعطيهم قروض وحد منهم يتعطي بيوت شعبية وفي فئات منازل للمطلقات والأرامل ذوي الاحتياجات وذوي الدخل المحدود وذوي الدخل اللي ما بمحدود كل شيء موجود فلذلك الحمد لله اللي يسألون مساعة كلها أبراج وكلها بنايات لا منو قالكم كلها بوية فلال وكلها بيوت وكلها نخيل ها شو هالبيوت ما شاء الله كلها نخيل في بيوتهم كلها وهذا دور ما دار الشوارع تشوفون كل سمر وغاف وقرط الحمد لله من البيئة من البيئة وها سوبر ماركتات تشوفونهن وين ما تصد كل شيء زين وكله فنان هاي بلادنا الحمد لله حسب استطاعته اللي عائلته كبيرة بنا بيت عود واللي عائلته صغيرة بنا عيت بنا بيت صغير وحين بنرويكم أحد المنازل مال الناس العاديين اللي مثلي ومثلكم مثل الناس كلها كلها ما شاء الله هذا فريج المزهر كلها البيوت هالنمون الشوارع مخططة ومعدلة وأرصفة ونخيل والحمد لله وهذا بيت حمدون حين سأل بيت حمدون مثل ما قلت هاي ها هاي المزهر بيوت كلها نبوية درامة قدام بيت وكلها نبوية عدل وينظف وهذا بيت وين هذا بيت حمدون هذا بيت حمدون خرب الله وي وي لا لا الفضيحة بيت حمدون خرب الله تحمدون بيت حمدون اللي من هناك الفضيحة هادو بيت حمدون هاي سيارتنا وقفناها بوي ترى بيت حمدون بينه وبين هاك البيت إدار واحد ما شاء الله عليه زارع السدر وفراخ السدر أكثر عن الورد ما شاء الله كي والله اليباب دبيشات وديايات وحلال ولوز وشيار ولومي إبراهيم توفيج ما شاء الله عليه والبضاعة أهم شيء بضاعتنا شو ما شاء الله إيه والله هذه البشاوة يلا ضحت لي غير شو ريها ريها عاد ري 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 ريها قبل ري ريها أبطل بعد لا بس هي بطل يا سلام يا سلام يا سلام يا هاي المشاوة اللي عليها رضوان من الله ها كله حقينا شكرا هذا بعد هذا طرف الحمد لله تفتحه لا ترمس عاد انت افتح الغرشة هذا مسوي الجام جام مال شو مال شخاخ من شيرت من البيت هاي شجره هاي شجره من حول لين حول من يعطاني شكرا يا ابو عبد العزيز لا حد يطلبني لاني ما بعطي حد لا تقول ما قلت لكم وهاي من متى مخلاي حقي انا وكم من زمان من شهر هي وهاي تمات خمس غراش حقي انا ولا حد يطلبني لاني ما بعطي حد
يا ابراهيم. شكرا يا حبيبي. ها ابراهيم يشتغل عند حمدون اكثر من كم سنه؟ 23. من 23 سنه يشتغل عند حمدون وعباره واحد من عيالهم. اي والله انت ابوهم؟ انت من عيالهم ولا ابوهم؟ عياله. جان حدا صلاح. هلا حبيبي. انا في البيت وعندي ابراهيم توفيق. يقول لك هي لس عندي لين باكر. اسمع هذا كلمه كلمه. ها صلاح حبيبي ايش حالك؟ يقول لك تم لين باكر. انا باكر عندي دوام حبيبي ما اقدر اقعد صلاح. لا بيك ان شاء الله متى ما تباني بيك حبيبي. لا بيك يوم الثلاثاء شو رايك؟ لا عاجل. عاجل حبيبي ما بمينون. انزي على هواك تبي يصير وياك عند بدرية؟ بيت قهوة بيصير عند بدرية. يقولك تريالين باكر. لا لا بيك بيج. شو سالفة المتو اللي انسرقت عنك؟ المتو هاي الله يسلمك. شو اسمها هي سرقة؟ مش دار هاي ما ذكرت شو اسمها. المهم اللي فيها هاي كانت عنده وحدة فيها من كل لون هاي الملونات سرقة العودة. هي نزيل هاي الرضيعة الله يحفظها عطني إياها هدية. هي و... وتلعب وتترقص وتتكلم ودائما كنت أطلعها العصر عندي وأقعد إياها. هي هذاك اليوم أنا ساير السليمات عند أم محمد نزيل اختبر الرضاعة ونسيت ادخلها في القفص ويوم صرت شيء يقول لي ارجع البيت ارجع البغبغاء البغبغاء جي قلبي تم ممسوك. يوم رديت ابوي البيت ما ريتها للاسف. افا باعتها الملعونه الفلبينيه. هي ولانها سالتني قبل بكم سعرها قلت لها هاي ابوي ب 15000 درهم ما كملت ابوي 4 ايام انسرقت. شوف انت دورناها ابوي في الشعبيه ومني وسالنا العمال اللي هناك يقولوا قالوا هاك اليوم انت هاك اليوم ولا يوم قبل عقبه ولا في نفس اليوم نفس ما حط الرسل صالونه تطيور ولا مكبوس على دياي فراري ولا شياته. انا ابو حتى لو طرشوا انهم بيذبحونه بطرشوا لي صالونه يمكن هي هذا خساس. لا عارف ان هذا من دياي منو بيطبخني متو وايدي. ما فيها لحم حليله. لا الله اكبر نزيد واخلاق وماشي ابوي وراحت. اسمعني نحن ابوي بنطرش بنجيب لك ابوي بدال المتو كائن شي شرات المتو لونه شي كحلي يقول قاق وقاق شو رايك؟ هذا غراب. غراب فنان لا حشك والله العظيم. والله العظيم والله يا ابراهيم اسمعني لحظه والله قسم بالله الحين الاول في جرنيافور واحد يسمونه عمان الله يغفر له نحمانه ما ادري ليش ساير هاك اليوم. المهم قالوا هذا بيت الرجال يسمونه عمان هذا يحضر جن ما ادري شو يحضر. يوم سرت ولنا يميع الغربان في قراقير جايبين هل ما ادري من وين اساله ليش؟ قال ابوي هذا اللي يربي غراب ما يجي الساحل لانه هو ساحر جذري. ليه؟ يعني هو تقول انت مال الجان. لا هو يربي هو يداوي عن الجن. زين اكيد هو في اسكندر في اكبر يوسف في افمامين. منو هيل؟ هذيل شو اسمهم الجان؟ صدق والله؟ هي ولا تشعرف بساميهم الجان هايل كلهم؟ انا بوك لاني مثقف ودارس وشايف. اي سامحني انا عاد لا مثقف ولا افهم في هالمواضيع. لا ما شاء مواضيع الجن والسكن الله اكبر. انت ما شاء الله عارف الدنيا كلها. تعرف اسامي عيالهم؟ لا حش سمع انت. نعم اسكندر ما تعرف انه ولده اوف ماميت. ما تتخيلون لاي درجه اكون مبسوط ومبسوط زياده عن اللزوم اذا يجيني منتج منزلي وبالذات اذا يكون منتج منزلي فيه ابداع حتى لو شيء بسيط شيء بسيط من ابسط ما يكون لكن يوم يوصل عند عيالنا ما شاء الله وبناتنا يخلون نوع الجوده فيه ونوع اللون ونوع الطعم والنكهه والحجم مليون مره احسن من اللي في بلاده على عمل بحره لكن عندنا عيالنا ما شاء الله يعني يك شيء مبهر والشيء يسر الناظر. نوتيلا وقهوه وكندر مع كرك. نوتيلا وقهوه
كندر مع كرك ابتدت مشروعها لبنيقل، وكان كوكيز ناجح بما تعني الكلمة من معنى. وهذا الكوكيز أربع نمونات موجودات، تعرف تعرف الشوكولات اللي فيها طرب، هذا شوكولاته منه فيه. تدور بعد متميوب الصبح نحن كنا في دبي، تحرات هو مظهور من الفرن، تحر ريحته تحرات هو مظهور من الفرن. طعمت الكسرة الأولية ما هان علي إني أخلي الباجي، فلذلك أنا بخبركم حينه. شيء من الكوكيز ييك كل زيوت وكله ثجيل يغفي على الشبت، دهن زبدة ما أدري شو هذا، لا هيا يجينا اكترف منعيم وخفيف وطعمه لذيذ وريح تفواحة. لا 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 تيني ولا تعال، أنا روح بعطيك خله بالتهار، إذا أنا ما أطعمك أطعم منه. طيب الله عليكم رقم. شوف شكرته، يا سلام سلم بداخل العافية، بسم الله عليك الرحمن الرحيم. أدي البلوطة، أدي البلوطة. شو رأيك يا أبو محمد؟ شو رقم واحد ولا رقم اثنين؟ ما شاء الله الشوكولات، الشوكولات شيء دارك وشيء لايت وشيء وايد والدنيا مطرجة. بارك الله فيك، بارك فيك. والدارك ترى هو صحي على فكرة، الدارك هو صحي، هذا كل ما كان دارك كان أخير. مداخل العافية، ما فيك لذيذ والله. إي والله عندك ثلاث أربع نمونات والله كلهم حلوات محمد، بس بجرب الوردية. هاي أولا قرمزية، قرمزية ريد فلفك، ظني فراولة ولا شو فيها داخل؟ غير تفضل. ها تعال، لا تولي الكاميرا هناك. شو طيب؟ حلوة والله، ثلاث أربع نمونات أقول لك عندهم. واو إي والله واو، داخل العافية ديليشس. أبوي لا يفوتكم زين، وما هوم ميد أي شيء هوم ميد أخذوه أنتم غامضين، بالذات إذا أنا أبصم عليه وأقول لكم فنان، ما يبالي واحد واثنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. ضنج، منطقة ضنج، منطقة تبعد من أبوظبي ما يقارب 250 كيلو، ومن العين ما يقارب 120 إلى 130 كيلو في الظاهر، يقال عن المنطقة الظاهر أو الظاهرة. ضنج منطقة جبلية فيها وديان قوي وقت الأمطار، وادي من أقوى الوديان اللي تيها، وادي اسمه وادي عاهن. وادي عاهن يصب يوم متيل الأمطار يصب وادي قوي في منطقة يقال عنها عاهن، فلذلك سمي اسم عاهن الوادي باسم المنطقة اللي ينحدر منها الوادي. فالوادي هذا من قوته ينضرب بالوصوف، ان شيء قوي جبار يطحن ما يخلي شيء قدامه، أمر على نخيل على دبش على بيوت على حلال سيائير يجرب فنجراف. يقولون ان خطف الوادي شيء من الوديان، الوديان صغيرة وحتى لو قوية تروم يعني توقف قدام قوتها البيوت او سيائير او الحلال او حد يروم يخوضه الوادي يوم بيخطف، لكن بالذات وادي عاهن ينضرب بالوصوف بقوته وجبروته، يوم يخطف يهدر يسوي له صوت يزيق اللي ما يزيق عقله، صوت يوم يهدر الله اكبر، تحرى شيء بلدوزر، تحرى دبابات يشرخن، شيء يخوف اللي ما يخاف، قوه هدير ماي هذا يوم بيخطف وادي عاهن. فلذلك يضرب بالوصوف قوه الرجل او قوه الشخص او قوه الشيء اللي بين، خوزوا عنه ياكم ابي وادي عاهن. وادي عاهن مضرب بالأمثال وبالوصوف لقوة الحدث، فلذلك هذا يقول لك شيء ما شيء أكثر عنه في القوة، قوة انجرافها وادي عاهن. فكانوا الأوليين في هايش البلاد ضنج الله يحفظها ويحفظ أهلها، يزيقون العرب بقوة الشخص أو جبروت أو طغات من كثر ما هو طاغي، يزيقون العرب ياكم وادي عاهن، فالناس كلها ترتعب يعني من كثر الخوف، لأنه كأنك ساير عاق عمرك في التهلكة، كأنك ناوي أنك أنت الانتحار. وادي عاهن
ما شيء يوقف قدامه، ما حتى لي بالي شلهن يجلعهن عن بكرة أبيهن، يبال ما يرومني يوقفن عدال وادي عاهن يوم بيي. هذا طالت عماركم ريال، ريال من هالعبري خد حرمة من هالضنج. عبري تبعد عن ضنج ما يغارب أظني 30 أو 35 كيلو. المراد هذا راعي عبري خد وحدة من رواعي ضنج، يا غير عقب عاده غير راي عقب ما خدها وملج وصرف ما وراه ودونه، جد كاد في الكويت ومشتغل ومتعوز بدهر طويل ويا وخذ راعية ضنج، يا غير تحيدوا عدد يوم الواحد ياخذ حرمة في عمان ولا غير عمان يصرف ما وراه ودونه، وهذا كده تعوزه بدهر في الكويت وكد مكدة اليهد، ويوم يعزم على العرس وما مكدة سنين الطويلة هاي كلها كودها في راعية في عند هل هل العروس، ودفع ما وراه ودونه ودفع الذهوب والبيزات وما خلى شيء، يا غير غير رايه خان ما هنن عليه بيزاته، قال في خاطر هنا لازم أطلع لي بصرة أعاف بنت أظهر العيب فيها، ترى من المتعارف عليه أن البنت عافت المعرس في أول أيام العرس خلاص يردون الخسر كله، خسر الريل يردونه، وانعاف الريل عاف العروس هذه من عقب ما ملت عليها خلاص كل المخاسير تصير بوي حقها للعروس، كان دخل ولا ما دخل خلاص ما يخصم. ها حين هو يبى بيزاته يبى ما دفع يبى مكدت وتعوزيبة سنين الله هيك كلها اللي في الكويت يباهن يرد الكاملات، شو بيسوي؟ من عنده حيلة فليحتال، فمن عنده حيلة فليحتال، فلذلك قرر أبوي إنه يطفرها. كيف بيطفرها؟ دور حيلة تغيلة مني منك عندك دونك، قال أبوي ما شيل هاي الحيلة، ترى مثل ما قلنا لكم إذا أنه هو يعاف ترى ما له شيء، وإذا هي عافت يردون لماله كامل ما ينقص ولا ربي. ها أهزم بيوم طول النهار هو محد، يوم يعدي نص الليل عفت عليها الحجرة وتمي مطط كشت ويباق مرب لي خالج النه يا تشوادي عاهن يا تشوادي عاهن ويباغ مربخ ويجلس يدن على رأسه طول الليل، وتصبح الصفقير بني ياهل 15-14 سنة صارت عندمها الودي الأولي والودي الثاني والودي الرابع، البنت كل من ردوها هل أول عيب البنت من ترد عند هلها حبي يدفدفون عليها الهل ويصخون، لا لبسوها عباته وردوها نكس، هذا قصرها وهذا قبرها، ما تزعل الحرمة، الحرمة ما تزعل من بيت ريلها، ما تزعل من ريل، ترضي بزينه وشينه خلاص، هذا ريلك وعيالك. الحين هم ما يعرفون شو المغزة وما يعرفون ليش شو اللي صار بهالبنية شو حل بها، وكل يوم على هالمنوال مرة الأولية المرة الثانية مرة، وكل يوم كل من يابوها هلها يوم يعدي في الليل عفد عليها وباغم يا تشوادي عاهن ويا تشوادي، تزاغت البنية ترى بوادي عاهن زي قوبة الأول، فتتروع وتصبح الصبح شال لسويعيتها فقيرة سايرة عند هلها، من توصل عند هلها لبسوها سويعيتها وردوها أبوي نكس مرة ثانية وعلى هالمنوال. لم زخت بنتها قالت يا بنتي خبريني شو السالفة حين انتي كل ما رديناش رديتي، كل ما وديناش رديتي، كل ما وديناش رديتي، شو الموضوع ليش انتي متروعة؟ قالت يا امي ترى هاي السالفه كل يوم يحدني برقد يا ابوي تمي باغم علي يا وادي عاهن يا وادي عاهن، وانا ما يتروع من وادي عاهن، انا ما في على وادي عاهن يشلني ويكسرني، تحيدون ما حد شد وقف قدام وادي عاهن الا غدا. ها عرفه واللواء لم عرفت خطه الريل ان الريل عايف والعايف لازم يردون لحلاله، قالت شي السالفه؟ قالت ها اي الحين انا بخبرك يوم بييك ازيد بيقول لك ياك وادي عاهن يوم بتحيدينه، قال لك قولي هلكيت هلكيت هلكيت. ها يوم ردوها ردت اللم البنيه ويوم عدى عقب يومين ثلاثه ياها بعد الريل وباقر برب لي خالج النه ياك وادي عاهن يا تشوادي عاهن يا تشوادي عاهن، نشت لواجفة وتخوصرت ايه رايه ضنج هاي بعد ما في الدميم تقص عليها انت يا راعي عبري،
قالت لابوي بطحة صحام قدامك، بطحة صحام قدامك، كان انت وادي عاهن، هذه ابوي بطحة صحام قدامك، بطحة صحام مسيال هذا، وين الصب الوديان كلها ما بلا وادي عاهن، كل هالوديان هذه مصبها وين؟ في صحم. شوفوا وين ضنج عن صحم، مسير يومين ها كل هالوديان، كانك انت وادي عاهن قدامك ابوي بطحة صحم، ما تعيز لا عن عاهن ولا غير عاهن، يصب في وادي فتح، يصب في وادي عاهن، يصب من جميع الوديان يتلاقن ومصبهم في وين؟ في بطحة صحم. فلذلك بطحة صحم من أكبر البطاح اللي تصب فيها الوديان، وأكبرها وآسعها مساحة. يوم عداهم بوي نهار ثاني الصبح، لقطتك شيرها وداها بيت أهلها، وقالها بوي، قال حق أهلها بوي نفسه طابت من بنتكم، وأنا لبني بوي ما لي رادة فيها ولا لي لازم فيها لبني، وسامحوني حاولت الأول بحيلة بتغيلة مني منك أنكم تردون لي حلالي، لكن بوي أنا ما لي نصيب في الحلال، وهذا متعارف عليه من شرع وقانون الزواج أن العايث هو اللي يخسر. ورد أبوي خلى فلوسه وسامانه وذهبه وذهاب وكل اللي خسره خلى أبوي عندهم. لا تنجب الروح على روح، والحر ما يولونه شحاح، يوم القلب يعاف ترى عاف، القلب من يعاف شيء عافه. وهذه سالفة أبوي الوادي عاهن وبطحة صحم. يلا وتصبحون على خير.